هو مش عاجبه قوي الكلام عايز حاجات زي مش نظرة ابتسامة في حاجة كده. لا انا عجباني جدا ثانية واحدة عجباني جدا. انا كنت بقول نفسي عارف ايه الحاجة الوحيدة ان نفسي بس اللي هو الشخص يعرف يغنيها. سيداتي انساتي سادتي اهلا بيكم في الموسم الثاني من ريد بول مزيكا صالونات. هنعرف اتنين فنانين على بعض في صالون ريد بول وكل فنان ما يعرفش هيقابل مين وهيرتاح وينسجم معاه ولا لا، وهو ده التحدي. وهيبقى مطلوب منهم يعملوا تراك في 8 ساعات بس، وبعد ما يخلصوه هيصوروه. معاكم احمد بسيوني مقدم البرنامج، هنقول لكم اللي بيحصل في الاستوديو بالتفصيل طول الحلقه. ومعانا في حلقه النهارده وبتكلم بجد ومش عايز حد يقول لحد، الفنانه سيمون والميوزك بروديوسر وملك مزيكا الاعلانات وائل علاء. اهلا بكم اصدقائي الاعزاء في حلقه جديده من ريد بول مزيكا صالونات. معاكم احمد بسيوني كالمعتاد كل يوم بطعمه جديد. النهارده معانا حلقه جديده مع سيمون وائل علاء. سيمون ملكه الفانك، اول واحده غنت فانك في هذا العالم اللذيذ. ومعانا وائل علاء دكتور الفونس وملك مزيكه الاعلانات. ابا بابا بابا وائل علاء داخل مبتسم. بصوا يا جماعه ابتسامته وبقميص الكروات، داخل عارف هو راح فين، داخل اوضته. وائل علاء دخل اوضته ونحن الان في انتظار قنبله الموسم سيمون. سيمون دخلت يا جماعه في الاوضه بتاعتها، نورتي. طيب اصدقائي الاعزاء كل ضيف في اوضته، فطبعا الديوتي بينادي ونداء الواجب لازم انزل لهم وادلعهم عشان ناخدهم على الصالون. اشوفكم بقى ايه في الاوض، يلا بينا. اتفضل. ايوه انا عارف ان انا فاهم مش هنام فاهم يا باشا ليه؟ انت ممكن تخلص بسرعه. ما انا نفسي. انا عموما بحب انام بدري واصحى بدري، استفيد باليوم من اوله. يعني مش عايز تتخيل مين ممكن يبقى معاك؟ بص سنة خايف من ان هو يبقى شخص بتاع شعبي. انت غنيتي اخر اغنيه عملتيها من سنتين، مش حاسه ان ده كومباك؟ سيمون حفظ الالقاب طبعا، سيمون راجع تاني هنا يعني قصدك في البيت. انت هتطلعي باغنيه في الاخر عشان الغنى. ايوه طبعا نفسي يبقى الشخص ده مش بتاع ما عندوش جانرا، ماشي فاهم؟ يبقى واحد بيغني مثلا فاهم ولذيذ كده ومالوش فاهم عادي فاهم. طب انا هديك شويه هنتات. هو يعني هي اوكي. انا دايما بقول روح العمل، يعني روح المزيكا، روح الكلام، روح العمل. انت عايز تعمل ايه من الليله؟ ماشي كده. طب سؤال، هل انت حاسس ان هي انا حرفا معاها هي؟ طبعا فعلا طبعا. I love you. ثانك يو. مش متخيله انا بحبها. كلهم عارفين بره ان انا بحبها. شكرا جدا. طب ربنا يطمنك. اطمنت صح؟ اطمنت شويه. معانا اول ضيف يا جماعه وائل علاء. جنبي خليك قاعد على الشمال عشان ايه الضيف لما يجي. ماشي. ومعانا سيمون. اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. انت عارفه ان انا عندي صوره معاكي من زمان جدا. ثانيه حاول اطلعها. وائل علاء عشان لو اسمه وائل علاء. اهلا وسهلا. عامله ايه؟ الحمد لله. على ميوزك بروديوسر. اهلا وسهلا. اكتشف دكتور الفونس. سمعت عن دكتور الفونس؟ ما يهمش عادي جدا. لا اكيد ممكن اكون سمعت بس طبعا انا دلوقتي اصلي يعني تاخده شويه. لا مش بتاخده بس يعني عشان الموضوع جديد عليا. وعليا والله. هو ما كانش متوقع خالص. طبعا لما قعدت معاه في الاوضه انا ازاي ما فكرتش خالص خالص زي انا ما كنتش عارفه. لا انا وبعدين هو حاولت اعرف منه كام هنت كده وغششته بس انا ما جاتش خالص في دماغي. يعني ازاي انت عارف انا قلت له ايه؟ قلت له اللي هو ممكن تكون مثلا غنت مع هاني شنوده زمان. غنينا تتر مسلسل اسمه في مسلسل اسمه ابيض
وفيسبوك. ما تسمع كده يا استاذ سيمون حاجه من اللي انت حابب، حاجه بتحبها انت تعملها سمعها لها. لا ما تسمعني بلاش انا حاسس. برافو. جدع. ايوه طبعا يا جماعه انا هوست بس عادي مش لازم حد يسمع كلامي. لا وحاسس انا ما عنديش حاجه. لا عندك بس انا عارفه ليه عشان ايوه طبعا اكيد وبلس ان انا مش عايز ان انا عارف ان انا هنعمله هيبقى مختلف عن اي حاجه انا ممكن اسمعها. وانا كمان عايز اعمل حاجه مختلفه معاك. يعني كده انتوا مش عايزين تتعرفوا على بعض. احنا بنتعرف على بعض دلوقتي. ايه ده دي صورتي. انت فين؟ انا اهو. انت ده؟ انت هنا اصغر. انا هنا اصغر؟ طب شكرا. طيب مش عايزين بقى تروحوا تشوفوا الاستوديو الجميل؟ يلا يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. ثانك يو. ابروكم. كيمستري جميلة. كيمستري جميلة. ايوه طبعا كيمستري جميلة. اتمنى انك تحبني كده برضه. هو بصراحة أشكر اللي اختارنا whatever بقى اعتبروني أنا. بدل روح حلوة لازم تطلع منها حاجة حلوة إن شاء الله. لما نبتدي كده وأحس إن أنتي تحمستي هبتدي أرتاح شوية. مش عايزة نعمل حاجة عشان تكون برضو جديدة شوية، تبقى حاجة فيها سنس ديسكو شوية اللي تحسه في الكلام. أيوه انت يعني سوا هنعمل. بس انت هتحس الكلام. فهتحس ان انت عايز حاجه معينه. تحس ان عايز تعمل حاجه يعني ما يعني خلينا كده. ماشي بص يا زيدي قول لي رايك. اوكي بس يعني ما تاخدش ادائي نهائي. ماشي. يعني ممكن يبقى بطريقه مختلفه. لو بفكر في الحاجات اللي انتوا شايفينها مهمه قد ما بفكر في الحاجات اللي انتوا شايفينها عبيطة. العمر بيتقاس بالناس وبكتر جمال الأحداث وبكم الأعداد الحلوة وحقيقة الأوقات الخلوة. هل هي استمتاع وتأمل أو وحدة وهروب وخلاص؟ العمر بيتقاس بالخير وبقلة حشر المناخير وبطوع الصدفة اللي بتحصل وبكم الحب اللي بيوصل والشخص اللي بيحب الغير. ده كرس. لا انت ممكن ممكن دي ما تبقاش خالص. ممكن تاخد من اللي احنا عملناها. اللي هي لو بفكر في الحاجات اللي انتوا شايفينها مهمة. اوكي قد ما بفكر في الحاجات اللي انتوا شايفينها عبيطة كان زماني في حتة تانية على الخريطة. ممكن ده يبقى كويس. لو بفكر في الحاجات اللي انتوا شايفينها مهمة قد ما بفكر في الحاجات اللي انتوا شايفينها عبيطة كان زماني في حتة تانية على الخريطة. عجبك ها؟ لا ايه ده انا بلق ده انا قاعد لا هنا. مش عجبك ليه؟ لا والله ثانية بحبها اهو والله خالص خالص. هتحبها مع العشرة قصدك يعني؟ ايوه. اوكي انا عايز بقى تقطيعة الكلام. بفكر في ال لو بفكر في الحاجات اللي انتوا شايفينها مهمة قد ما بفكر في الحاجات اللي انتوا شايفينها عبيطة كان زماني في حتة تانية على الخريطة. ولا ايه؟ ولا ايه؟ ولا ايه؟ هو ده الكورال هيفضل يقول ولا ايه؟ حاسه الكلام قوي يعني الكلام حاسه بيتكلم عنها وده اللي انا حاسه. لو بفكر في الحاجات مش عايزه نقصرها سنه. قول لو حاسس يعني لو بفكر في الحاجات المهمه. المهمه لا اصل هم اللي شايفينها. ايوه انا عارف مش انا اللي شايفاها مهمه. انا نفسي تبقى حاسس بالكلام ده تبقى البيت بتاعها ممكن يكون سريع شويه. لو بفكر في الحاجات اللي شايفينها يعني مهمة كأنها حرب كده. مش قوي يعني هتبقى الهواء. لو
عايزه ان مش عايزه ثانيه كده خليني اجرب نجرب على الاورج قصدك لا وعايزه احط بيت بيت ايوه انا موافقه مش انا كنت هقول لك لو في طبله والله كانت فرقت مش درامز حتى تا ترتا او تر لا 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 مش اصل ما فيش ميلودي يعني في دي يعني في حتى في الفيرس اوكي بس كنت يعني ساعه ما انت كنت بتسخن كنت بسخن حتوطه يعني فاهم قصدي لا يعني قصدي ما عنديش حاجه في حاجة يعني حسب ماشي. احساسي بالمزيكا يعني اوكي سمعك حاجه على الاغنيه تمام. وزي ما اتفقنا الفيرس والكورس ممكن نشوف تمام احنا اوكي اللي هي لو بفكر ده الفيرس اوكي اللي هو الكورس لو بفكر في الحاجات اللي انتوا شايفينها مهمه قد ما بفكر في الحاجات اللي انتوا شايفينها عبيطه انتوا شايفينها مهمه بفكر في الحاجات اللي انتوا شايفينها عبيطة whatever امتى مش مهم قد ما بفكر في الحاجات اللي انتوا شايفينها عبيطة لو بفكر انا لو بفكر في الحاجات اللي انتوا شايفينها مهمة عايز افكر بقى ازاي نعمل بتاعة اللي ايه كان زماني في حتة تانية على الخريطة بس مش تبقى داون معرفش ازاي تبقى فين انت هتعرف على فكرة ممكن نوقف المزيكا ونحط كان زماني في حتة تانية على الخريطة لو بفكر في الحاجات اللي انتوا شايفينها مهمة طيب يا جماعة اللي بيحصل دلوقتي كالاتي ان ولا علاء طلع ميلودي وقعد بيلعب فالميلودي اللي اتلعبت فسيمون طلعت لحن على الليركس اللي هي معاها كمل اعلى مني انا اني فقيره ماشي كنت حالة في المناصب الله وانتوا تحترموني اكتر كنت هاخد شقة أكبر ويمكن فيلا مستقلة أقول لك على حاجة بصراحة بعيداً عن أنا بجد عايز أعمل أغنية حلوة بجد يعني بعيداً عن إن إحنا هنا بنعمل إيه بجد يعني اللي هو فعمال أفكر في الحاجات اللي انت لا قول ايه لا عايز اعمل حاجه بصوتك تكون فريش وائل علاء فاجئ سيمون بان الليركس وطريقه الغنى اللي هو بيسمعها من سيمون مش عاجباه وعايز يغير الفكره تماما نفسي نبسطه بسطه علشان الكلام قصدك يعني يعني هقول لك الجمله بتقول حاجات كتير يعني نفسي بصراحه في بساطه مش نظره وابتسامه ان الكلام يعني مش نظره وابتسامه دي ما هي سيمبل جدا وعشان كده هي بتسعد فاهم قصدي ما عجبهاش الكلام طبعا للاسف يعني مثلا لو هي دي الثالثه اللي هتتعمل تقفل بيها بقى تنزل او كده كان زمان في حته ثانيه على الخريطه طيب الخريطه اوكي طب هطلب منك طلب تاني عندك كلام تاني نجرب فيه مش عايز اعمل ده ماشي خلاص والله حتى لو مش خلاص لا خالص هو مش عاجبك بجد ده كله لا
لا خالص، لا مش موضوع كده. عجبني جدا انت حساء، هي انت حساها جدا. بس هي مش عاجبك انت. انا ممكن اكون مش عاجباني. انا مش من الاخر اقول لك بصراحه، مش يعني عارفه، لو شفتها كان زماننا خلصناها. شفتها يعني؟ يعني لو كنت شفت الاغنيه، يعني لو كنت كلام مكتوب يعني، لو لا لو كنت شفتها اللي هو الكوره ذات تخيلته بال 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 يعني انت مش شايفها قصدك؟ ده اللي قصدي. طب خلاص فاهم قصدي ولا يهم خلاص. وده اللي انا بس لا مش عايزك تزعلي. لا مش زعلانه، هي بنتي. لا بس والله فعلا انا يعني نفسي، وانا نفسي ان احنا نعمل حاجه مودرن. بس لو انت يعني انا اكيد نفسي اطلع من الموضوع ده عامل اغنيه حلوه جدا معاكي بجد. هو مش عاجبه قوي الكلام، عايز حاجات زي مش نظرة في السماء، في حاجه كده. انا عجباني جدا، ثانيه واحده، عجباني جدا. انا كنت بقول نفسي عارف ايه الحاجه الوحيده، ان نفسي بس اللي هو الشخص يعرف يغنيها. يعني ايه الكورس يبقى سيمبلر، ان هو يبقى فاهم يتغنى بس. ممكن ده يكون اصلا تقطيعه فاهم يعني. قصدك الميلودي دي كفلو مش حاسه، مش هيلزق عامه. يعني اتمنى ما بس ممكن يكون يعني ممكن يكون في الاخر فاهم اكون انا غلطان ويتقطع. لا مفيش حاجه غلطان. لا انت كده كده انت بتطلعي لحن دلوقتي اون سبوت، فعادي ممكن تغيروا اللحن. ما يعني هو ده اللي انا حاسه. يلا نتكلم على ده سهل. فلو بفكر طب هسيبكم براحتكم. لا 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 انت منورنا والله. انا بحب ابقى ضيف خفيف. لا انت ضيف جميل، اقعد. احنا كنا ماشي صح؟ لا كنا لا بفكر غيره الحاجات اللي غير اللي انت عايزه. قولي لي حاجه تانية ممكن انت حابه تغني، حابه تكلمي عنها او تغنيها. فاهمة قصدي ايه؟ فاهمة بس مش بعرف افكر كده يعني. أوكي. نفسي اغني عن حاسس ان الفلو عادي لو تيرارارا تيتاراتاراتاريرا ديرا ديرا يا سمو بتغني كده. لو بفكر بس يعني فلو نغير يعني نفضل انت عايز الكورال قصدك، يبقى لو بفكر يعني ده الفيرس اللي هو لو بفكر اصل ده هيتحط على حسب الكلام في اي حته. ماشي وانا هقول لك. انا بفكر في في المود كده اللي هو لو بفكر. ماشي لو بفكر بس كده في الحاجات اللي مهم اي يعني تغير قصدك الحته دي كلها. لا هو اللي هو لو بفكر في الحاجات اللي احنا قلناها في الاول يعني. لو بفكر لو بفكر بس الاول كان احلى. اللي هو ايه اللي انت عملته في الاول؟ كان احلى بكتير يعني. بس انت حر يعني. اللي هو ده وحش قوي يعني. مش وحش بس يعني ما هو ده مش الكورس. انا ما بقتش فاهمه بصراحه. ده مش الكورس ده تيجي نعمل اللي احنا عملناه وخلاص بقى. ايه رايك؟ لانه كان لطيف. اللي هو ايه؟ لو بفكر في الحاجات اللي انتوا ما هو ده موجود. ما هو ده اللي هتغنيه. بس مش هتغنيه على الكوردز اللي كانت موجوده، اللي احنا كنا الاربع كوردات دولت هتغنيهم على الكوردين بس، ويبقى الكورس هو الكلمه البسيطه. سيبك من الكورس، ممكن ماشي. نشيله خالص ليه؟ يعني ممكن قصدي يعني ده كماله، نعمل الاساسي قبل ما انا اقع يعني. ماشي طيب فاهم قصدي؟ لان انا فعلا بقع يعني. فاهم فعليا طيب. يعني طب ايه انا يعني هنسجل دلوقتي ولا انت يعني نجرب طيب. مش هنخسر حاجه. هنخسر ايه؟ وائل قال انه علشان متفاهم ان الكلمات مهمه جدا لسيمون بقى بيحاول فيها، بس هي فعلا كلمات صعبه قوي انها تتلحن.
حاسه بايه؟ ولا حاجه، بس تعبت. انا زماني في حته تانيه على الخريطه. السجن ده بقى اتعس، واحتمال ده بقى اغلس. لو بفكر في الحاجات اللي انتوا شايفينها عاديه، ايه مهم. لو بفكر ده، لو بفكر. طيب ماشي. طيب لا، لو بفكر، لو بفكر في الحاجات اللي انتوا شايفينها عبيطة، كنت اعلى في المناصب وانتوا تحترموني اكتر، كنت هاخد شقة اكبر ولا فيلا مستقلة. لو بفكر في الحاجات اللي انتوا شايفينها مهمة قد ما بفكر في الحاجات اللي انتوا شايفينها عبيطة، شخص مبسوط في الحقيقة مش في عالم افتراضي. لو بفكر شخص عايش وسطكم مش بيسابقكم، شخص لما يحبكم مش بيفارقكم، شخص ما بيشرحش قلبه إلا الحاجة البسيطة، مهما 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 كان حيكون مكانه في أي وقت على الخريطة. لو بفكر لو بفكر، لو بفكر، أيوة أيوة، كان زماني في حتة تانية على الخريطة، كان زماني في حتة تانية على الخريطة، كان زماني في حتة تانية على الخريطة. لو بفكر مش عارفه اعمل ايه. هو ده ممكن عايزه ترتاحي شويه، بس انا اصلا صوتي مش هيطلع تاني، خلاص تعب، خلاص فاهم قصدي، اتدبح يعني. روحي انت تريحي. طيب وانا يعني انت عملت حاجه حلوه دلوقتي ساعه ما كنت بتدخل الاثنين في بعض كده، اللي هو ده. حاضر. قصدي ايه؟ قصدك على الصوت بتاعك ولا؟ حاضر، عملت حاجه حلوه كده. حاضر. الحاجات اللي انتوا شايفينها عبيطة، كان زماني في حتة تانية على الخريطة. في الحاجات اللي انتوا شايفينها مهمة قد ما بفكر، قد ما بفكر في الحاجات اللي انتوا شايفينها عبيطة. تايم اوت يا جماعة، الوقت خلص. مفيش اغنية، مفيش يعني فيديو هيحصل للأسف طبعا، محدش مبسوط. بس ده عادي، ده احنا في صالون وده متوقع جدا، وكل ضيف عارف انه هو ممكن لو الوقت عدى وما حصلش توافق ما بينه وما بين الضيف التاني، عادي مش لازم تحصل اغنيه. هي اكسبيرينس، احنا بنشوف اكسبيرينس بتعدي علينا ويكون نتيجتها اغنيه يا اما لا، فده عادي جدا. المهم احنا هنجيب كل ضيف يقعد في الصالون ويدينا فيدباك على اللي حصل، وهنكتشف برضو الحاجات اللي جواهم، ليه، ايه السبب ان هم ما عرفوش يكملوا مع بعض الاغنيه. المهم يلا نشوف، يلا بينا. حاسس ان كان
كنت محتاج وقت اكتر شويه. لو كان في وقت اكتر كنا طلعنا حاجه، وانا كنت حابب اعمل مزيكا، وكنا لحقنا نغير في الليركس شويه. انتاج وشغل وكده 8 ساعات صعب. ما فيش حاجه اسمها انسجام وعدم انسجام، في حاجه اسمها اختلافات قد تؤدي الى شيء كويس. بس كمان لازم الناس دي تبقى عارفه، لو هو مثلا انت قلت له فلانه فهيبقى عارف عملت ايه. في لحظه اكيد حسيت ان الموضوع هياخد محتاج مجهود شويه ومش هيبقى سهل زي ما كنت متخيل. ليه علاقه شويه بطريقه التفكير والكلام واللحن، وتتخيل انه ممكن تبقى الموضوع اسهل من كده شويه. يعني ممكن يكون كلام كويس ما يعجبش حد تاني، ممكن يكون كلام كويس ينبهر بيه. دي بتبقى حلوه، مش مساله كميه بشر بقدر ما هي احساسك ايه باللي انت شفته. هي اصل كل حاجه من وجهه نظري الشخصيه، انا يمكن انا عشان دي الموهبه الوحيده اللي عندي، ان انا ممكن اشوف حضرتك اعرف هيطلع ايه. ممكن يكون في حته سنه ان انا عارف ان هي واحده جامده جدا وكبيره، فانا حاسس اللي هو مش عارف، حسيت احرجت شويه، حسيت ان انا مش يعني اللي هو هقول لسيمونة اقول لها الكلام بتاعك ده مش عاجبني، يعني صعبه شويه اقولها لها في وشها. ممكن اول ما انت تبدا تعمل حاجه ابقى انا عارفه من اول نص ساعه ان انت هايل وهتنفع ان شاء الله. ممكن اكون برضو انا ما حاولتش قوي بصراحه، يعني حاولت بس كنت بحاول وانا عارف ان الموضوع ده انا مش عاجبني.